الكابتن سامي قمصان النهارده قال ان موسيماني كان حريص على اشراك الكبار 90 دقيقه بوديه الغابه. زي ما قلت لحضراتكم الراجل مستر بيتسو موسيماني خلال الفتره القادمه عنده 20 يوم، عنده 20 يوم هيقدر يفكر ايه الديفوهات اللي عندي او ايه الاخطاء اللي عندي في الفرقه. عندي اللياقه البدنيه واقعه شويه، نحاول نطور مستوى اللياقه البدنيه مع كل اللاعبين خلال الفتره اللي جايه من خلال تلعب مباراه زي دي، وبعد كده مثلا ممكن يريحك الصبح ويمرنك بعد الظهر تاني. فيها امور طبعا هي للمدير الفني وللجهاز بتاعه، هي هم اللي عارفين الدنيا بتبقى ماشيه ازاي والنظام ماشي ازاي من خلال بعض الاحصائيات اللي بيبقوا عارفينها عن كل اللاعبين. عشان كده ان شاء الله ال 20 يوم دول هيبقوا 20 يوم كويسين جدا 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 للنادي الاهلي من خلال وجود هؤلاء اللاعبين، وكل لعيبه المنتخب موجوده زي ما حضراتكم شايفين مع المنتخب، ان شاء الله يرجعوا بالسلامه ويعود النادي الاهلي بعد فتره خسارته طبعا للسوبر المحلي في مباراه طلائع الجيش وفتره ارهاق طويله جدا. ان شاء الله الفتره اللي جايه تبقى افضل كتير.